انا ما اعتزلتش وما غبتش، انا كنت حاضر في المهرجانات في الحفلات. بصح كان عندي شويه لي زونسترومون تسجيلات ما كنتش نسجل، واحد الخمس سنوات ما سجلتش اغاني، بصح سينو كنت حاضر. ما سجلتش باسكو حبيت ندير اون بوز نشوف، باسكو على بالك انا بديت عندي 35 سنه في الفن، اوتوماتيكمون كاين 3 جينيراسيون لحقوا عليا، اوتوماتيكمون لازم واحد يدير اون بوز يشوف واش الناس راهي تحب واش. نعم سينو ما حبش الفن وقعدت توجور في الفن. كاين الناس اللي يحسبوني غبت ولا حبست ولا، مي سينو شي توجور.